الجابر رحب فيك اليوم. بالتأكيد تطبيق لمبدأ احتراف ربما يغيب أيضا عن ذهن كثير، خاصة أنه ما تعودنا أنه نشاهد هذا الانتقال يحدث ما بين فريقين بينهما ما بينهما من المنافسة. اليوم نجم في نادي ينتقل إلى نادي الهلال، مبدئيا كيف تعلق كابتن على هذه المسألة؟ أول شيء احنا سعيدين أيضا نحن اليوم كسبنا أخ وصديق وفرد من أفراد العائلة الهلالية، واتمنى ان شاء الله انها تكون بادرة خير لعودة سعد كما عهدنا. ما بدي اتكلم لك عن امور فنية فقط، يعني انا عصرت وزاملت سعد في 2005-2006 تصفيات كأس العالم، لاعب يملك كل الامكانيات، الظروف من الاصابة ومن الظروف ما نعرف ايش الخافي، لكن اختفى فجأة من او فترة من الفترة فقد التوهج، ولكن دائما ما تكون الكلمة الأولى والأخيرة عند اللاعب بغض النظر عن انتقاله من نادي كبير إلى نادي كبير من منافسين وكذا. هذه الأمور أصبحت كلها أمور أو تعبير فقط، لكن عالم كرة القدم عالم احتراف. نشوف أنه في ملاعب أوروبا ينتقل من إنتر إلى إيسي ميلان، وانتقل منتخب يعني من أحد مشجعين إيسي ميلان معروفين، وايضا في صفقات كبيره من برشلونه الى ريال مدريد لويس فيجو. في لكن هذا ما يعني انه اللاعب فقط انه انتهى عقده، واحنا عندنا ثقه كبيره في امكانياته، لا زال في السن المسموح والمعقول جدا، يملك طموح، لم يكن لديه اي لم ينظر الى الجانب المادي بقدر ما عنده رغبه الى ارجاعه سعد ومساهمته وطموحه الكبير في وصوله مع نادي الهلال إلى مراتب أعلى. حقيقة نتوقف عن الكلام ونتوقف عن الأسئلة، فقط ندعو لسعد إن شاء الله بالتوفيق معنا، وأن يكون عون إن شاء الله مع بقية زملائه، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله أنه سيكون واحد من الأبناء المخلصين في الفترة المقبلة، ويؤدي كل ما يطلب منه على بإخلاص وجدية وبطريقة احترافية، وهذا إن شاء الله ما نتمناه إن شاء الله. معلش سؤال أخير فقط، كلاعب خبرة سابق بالتأكيد أنت كأنك تشاهد في سعد ظروف ربما يمر فيها لاعب حتى ربما أنت مررت من خلالها، كيف يستطيع اللاعب تجاوز هذه الظروف حينما يمر عليه موسمين وثلاث مواسم لا يصبح هو النجم اللي كان يشار إليه بالبنان؟ والله أنا أقول لك أنه ما يملك هذه الحل الظروف هذه إلا سعد نفسه. لا أعتقد أنه الهلال متمثلة في رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو أي كان من الأعضاء بقدر ما تكون الرغبة الموجودة عند سعد في العودة، وهذه أي لاعب كرة قدم يعرف مفاتيحها. سعد على علم يعني على ثقافة كبيرة، واعي، عنده إمكانيات، جميع الإمكانيات تكلم عنها في المهارة في القوة في السرعة، فقط يحتاج إلى أنه هو يخاطب نفسه أكثر ويعود إن شاء الله كما كان، وهذا هو المتوقع بإذن الله. سيكون دورنا إحنا أن إحنا نكون هي البيئة المناسبة اللي تساعد اللاعب على رجوع التوهج، لأنه هو ما هو بوقت إثبات، اللاعب له اسمه له تاريخه، فقط يحتاج على أنك تساعده إن شاء الله، وهذا ما هو ديدنا في نادي الهلال، هذا هو اللي إحنا نمشي عليه، نحاول نهي البيئة المناسبة، وسيكون إن شاء الله مع أخوانه يعني واحد من الجنود إن شاء الله اللي سيخلصون لهذا النادي ويقدموا كل ما عندهم للنادي إن شاء الله.